نتجه ياك. حالك شوف. إذا مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في تي في مباشرة من مدينة الجديدة. في هذا الأثناء حملة لتحرير الملك العمومي بالسونترفيل كما كتشوفوا معنا ومشاهدينا، يعني حتى يعني ممالين البائعين المتجولين ممالين يعني اللي دايرين في الرشاد ديالهم أنهم استعمروا هذا المكان هذا اللي ديال الدولة فين غيدوز المواطن. كما كتشوفوا فين دابا هما كيحيدوا لهم الفراشات، كيحيدوا لهم الطوابل ديالهم باش يقدر، ماشي هو كيقطعوا لهم رزقهم، بالعكس هو انهم كيحاولوا يوسعوا غير من الطريق، يعني هذا الشيء هذا في اطار الـ 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 الراحه ديال المواطن. يعني كما كتشوفوا المشاهدين والمتابعين شفتوا دابا في هذا الاثناء يعني حملة لتحرير الملك العمومي في هذا الأثناء للقوات المساعدة، يعني يعني كما كتشوفوا وتبعتوا معنا على الأعين ديالكم، يعني حيدوا هاد الفراشات كاملين، حيدوا هاد الشيء كامل. ولكن انتم راكم عارفين يعني بدون جدوى يعني الانسان كيبقى يحط، يعني خاصها تكون واحد الحمله اللي متكرره يوميا باش يقدر انه الانسان يعرف ان كاين واحد السلطه اللي ولات يعني ولات متكرره يوميا، انهم كيجيو كيشوفوا كيعاينوا بزاف الحوايج مقارنه بالمرات اللي فاتوا. وكاين اللي كيبغي يعني يطاول على القوات المساعده، ولكن الحمد لله عندنا الامن في البلاد، عندنا بزاف الحوايج يعني. وكنشكروا القوات المساعده على هذا المجهود اللي كيديروا، يعني كما كتشوفوا يعني في هذا الاثناء يلا كيوجدوا لحمله تحرير الملك العمومي. كتصور فينا تحرير؟ نعم كنصور الكراسي اللي كتحيد. ها؟ كنصور هادشي اللي كتحيد. هادشي اللي كتحيد، الكراسي اللي كتحيد. من الملك العمومي. هذا اللايف ديال تحرير الملك العمومي. مرحبا الله يحفظك. يعني كما كتشوفوا المشاهدين والمتابعين شوف تي في حملة لتحرير الملك العمومي في هذا الأثناء في السونترفيل. يعني كما شفتوا تعودتوا معنا، يعني حملة لتحرير الملك العمومي القوات المساعدة في هذا الأثناء. شكرا للناس اللي متابعين اللايف ديالهم. كما شفتوا وتبعتوا معنا الناس، يعني حيدوهم واخد الحراسة ديالهم هنايا بالله، يعني تمت الأوضاع بشكل هادئ
وكنطلبوا حتى من البائعين المتجولين انهم يبقاو ياخذوا الحيطه والحضر ديالهم، يعني حتى هما كترسف على الله طبيعه الحال. يعني الانسان يعني الظروف اللي ما كتساعدش، ولكن ما عندنا ما غنديروا، هذه هي القانون، هذا هو بلاد الحق. اذا المشاهدين ومتابعين شوف تي في، كما شفتوا تبعتوا معنا في هذه اثناء حمله التحرير الملك العمومي مواصله هذه الايام هذه، ونتلاقى معكم بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.